أهلا وسهلا بسيادة الرئيس المحترم سيدي ورئيسي عبد الفتاح السيسي. أهلا وسهلا في مركز ملوي وإحدى قرى مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا. فشكرا يا سعادة الرئيس، وربنا يحفظك من أمامك ومن خلفك ومن يمينك ومن شمالك ومن فوقك وتحت الأرض يا سعادة الرئيس. شكر جدا، شكرا، ربنا يسمع منك. الدعوات دي دعوات جميلة، والاستقبال ده استقبال يسعدني ويشرفني والله. استقبالكم ده والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه، اللي هو اكيد طالع من قلبكم يعني ان شاء الله، حاجة تفرحني وتشرفني جدا. ويا رب يعني اختنا من المعصرة بتقول لي، او من القرية بتقول لي انت اول مرة تنزل مني، ده صحيح. انا عايز اقول لك، انا وانا قلت الكلام ده في يعني في سوهاج وفي المحافظات اللي انا بنزلها دلوقتي، يعني انا بتمنى ان انا انزل واشوف كل الناس، صدقوني يعني، لان انا بحب الناس، وانا كمان زي الناس زيكم كده. صحيح يعني.